شتي الهبطه اللي هبطتي عينك باش ديتي في التليفون وقلتي غادي نجاوب، واخا جايين بغينا نتوبوا الى الله ولكن اش غادي ندير؟ غادي نجاوب. ضحكتوا. من المصائب ديال هذا الزمان في الامه هو اننا ولينا تنفرحوا ملي كتجي الاجازه، ما كتسموهاش اجازه كتسموها عطله. علاش تنفرحوا؟ حيت كنتفكوا كنتفكوا من القرايه. دابا حنا بغينا نزيدوا لقدام، دابا حنا كنقولوا لا حنا دول متخلفه وخصنا نتجو وخصنا نعطيو وسميتو جاي العطله العز. علاش؟ وانا نحيدو من القرايه. بنادم كتشدو الخلعه كيقول لك راه ندخل على مستشفى الاجتماعيات، وداك الاستاذ ديال الاجتماعيات ملي كيدير لنا الشفوي راه كيسالك على البروغرام كامل. سيدي ربي راه ما يسولكش على البروغرام اجي. سيدي ربي ستسال بين يديه عن الثانيه والتي تليها. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ومن استنى بسنته واقتفى اثره واهتدى بهداه. نسال الله عز وجل ان يجعل مجلسنا هذا ذخرا لنا ولكم يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عطي البنيته تشرب ولا شي حاجه، عاده غتكون غير تخلعت لانه وليت تسد هذاك الباب بدا كيبان لها الظلام والميكرو عادي جدا. عطيها شي حاجه تشرب هكا، خذي قرعه ولا شي حاجه وصلها وصلها. لا خلا خلا جلسي معاه جلسي معاه، هذه فين يديه؟ هي عطيها قرعه ويرتاح عادي جدا. اللهم وليدنا يبكوا لينا هنا ونبقاو حتى هي وحنا كنبكيو في صال جو قطع العشيش قطع الشراب. اللهم هو ما كناش نصبروا هنا الناس ديال التربيه، حنا ملي كنا مضرين ما كيجينا هذا سميتو الصباح. الناس ديال التربيه يقول لك هذا راه هو الموسيقى وهذا هو الغناء. الوليدات تسمع الوليدات في محافل مثل هذا. لا يجب ان يبعد الاولاد عن مثل هذا. طبعا كل حاجه بقواعدها كيف تنقولوا، لكن على الاقل ان يكون اولادنا من الذين يعمرون هذا. وانا اذكر منذ سنوات كنت سالت في احد المساجد كم عدد المتزوجين الحاضرين في الدرس؟ فرفع عدد كبير يده وقلت كم عدد من هؤلاء المتزوجين؟ كم عدد الذين لهم اولاد في سن الصلاه؟ فرفع عدد كبير من بين المتزوجين، قلت لهم طيب اين اولادكم؟ فين هما؟ نحسبوا من بعد نقلبوا عليه عافاك جا استاذ ياسر ولي ولا ما عرفتش شنو هو هذاك، استاذ ياسر ما عندهم يداوي. فنعتقوا شي شويه وليداتنا وكذا. فثم بعد شكر الله عز وجل وحمده على تيسيره لهذه اللقاءات، ان كل بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، وما بكم من نعمه فمن الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكر الله لاخواننا القائمين على جمعيه الحكمه استضافتهم الطيبه ودعوتهم المباركه وقيامهم على هذا الثغر العظيم الذي هو المحافظه على قلوب وعقول شباب الاسلام من خلال هذه المجالس وهذه يعني المجالس التي تقوم مقام ما كان قبل بالمخيمات. لما المخيمات ولات قليله جدا لم اقل نادره، فيجب ان تجتهد الجمعيات الثقافيه والتربويه والاجتماعيه وحتى الرياضيه، يجب ان تجتهد في تأطير الشباب في خصوصا في مثل اوقات الاجازات التي يكثر فيها الوقت الذي يضيع. والشكر موصول للقائمين على هذا المركب الثقافي المسرح البلدي المجمع لعمليه مقاطعه عين السبع. شكر الله لهم جميعا من الاداره ديال المسرح الى اخر واحد، ماشي عموديا الى اخر واحد افقيا، ان لم نذكر اسماءهم فالله عز وجل يعلمهم. وكذلك الشكر موصول للاخوه في ممثلي السلطه المحليه اللي هما كيكونوا سبب في اصدار التراخيص وكذا، فجزاهم الله خيرا على حسن تعاملهم مع الاخوه في الجمعيه بترخيصهم لهذا اللقاء، فهم مشكورون على هذا ولهم ان شاء الله تعالى ايضا نصيب من الاجر الوفي. فالدال على الخير كفاعله، والذين تقضى على ايديهم حوائج الناس هؤلاء اجرهم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لعلنا ندلف ان شاء الله تعالى مباشره الى موضوع مجلسنا. قضيه اغتنام الاوقات او الهدر الاوقات او الكلام عن الاوقات، قد يبدو لكم هذا الامر غريبا. المكبر يبقى خلينا، قد يبدو لكم هذا الامر غريبا، لكن الحاجة الى انشاء محاضرات ولقاءات نحدث فيها المسلمين عن اهمية الوقت، اسمعني مزيان، هذا من مشيرات التخلف، هذا من العلامات الدالة على التخلف. أنا كندوي على بلاد المسلمين، غير المسلمين ما تيهمونيش، كيهموني المسلمين. في هذه اللحظة في هذا الخطاب هذا بشكل يعني رقم واحد كلامنا مع المسلمين. ويجد فيه حتى غير المسلم إن شاء الله تعالى يجد فيه بغيته إن أنصت
بتجرد ذهن وبصفاء نية وبصدق قلب إن شاء الله تعالى يجد فيها أيضا بغيته، لكن برقم واحد كلامنا مع المسلمين. هذا من العلامات الدالة على تخلف الأمة الإسلامية، أن نجد أقواما يدينون لله عز وجل بقرآن، يعتقدون جميعا أن ذلك القرآن هو كلام الله إليهم. على السبيل الذي يجب أن يتبعوه لكي يسيروا إلى الله عز وجل سيرا صحيحا، لأن الفطرة التي أودعها الله عز وجل في الإنسان بفطرته بالفطرة داكشي اللي في صنعات سيد ربي الأولى اللي صنع فيها الإنسان فيه حاجة للبحث عن الإله. فحتى لو لم يكن هناك دين، حتى لو لم يبعث الله عز وجل نبيا ولا رسولا، لعبد الناس الله عز وجل، غيعبدوه، لا محتاج إلى النبي ولا الرسول ولا حتى شي حاجة. لكن هل تلك العبادة ستكون وفق مراد الله؟ هل تصورهم للإله سيكون تصورا صحيحا؟ هل سيتعرفون على الله؟ هذا أمر مستحيل، لأن محتاجين لأمور تفصيلية تدلهم على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته، من خلال أفعاله، من خلال تقديراته، من خلال ما يريده الحق سبحانه وتعالى منا. الإنسان محتاج إلى خطاب من الذي خلقه ليقول له بعد أن أخرج أصلك من الجنة هذه هي الطريقة التي يجب أن تتبعها لكي ترجع إلى موطنك الأصلي. هادشي كله اللي احنا عايشين فيه، عايشين في نوستالجيا، الحنين، الحنين لما؟ الحنين للموطن الأصلي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم. هذا هو الحنين الذي يأخذه لأن الإنسان عزيز عليه، يحب أن يتنعم، أصله أنه تخلق ودخل الجنة باش يتنعم، ولا يحب الابتلاء، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها. إذا الإنسان يحتاج لمعرفة الطريق الصحيح الذي يرجع به سلوكا إلى الله سبحانه وتعالى. هناك يجي المهمة ديال الأنبياء وديال الرسل وديال كلام الله الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. وما يمكنش الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الابتلاء، لا يمكن الله سبحانه وتعالى، ماشي من باب عدم القدرة وعدم الاستطاعة، حاشا سبحانه وجل في علاه، لكن من باب ما كتبه الله عز وجل على نفسه ألا يخاطب الناس فردا فردا، وإنما يبعث إليهم أناسا يجب عليهم أن يصدقوهم ويوقروهم وينصروهم ويعزروهم، وهذوك الناس هم اللي كيقول لهم هذا كلام الله فافعلوا ما جاء في كلام الله. هذا هو القرآن الذي يخاطبنا به الحق سبحانه وتعالى، وإحنا كمسلمين نقرأه ونتبرك بتلاوته ونجتهد في إقامة حدوده وحروفه، وكنقلبوا على أن العلاقات الاجتماعية ديالنا يكون تيصدوا يحكمها القرآن، والعلاقات الأسرية ديالنا تنضبط بالقرآن، بل علاقات الأموات بالأحياء من خلال منظومة الإرث إلى غير ذلك أنها تكون بالقرآن وتكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مبينة للقرآن الكريم. هذا الشيء كله، ومع ذلك تجدنا نحتاج لأن نذكر الناس بأهمية الوقت. هذا من دلالات التخلف. علاش؟ ماشي التخلف الحضاري ولا العمراني، التخلف بعدا عن كلام الله. الوقت ما نحتاج نقول للمسلم أن الوقت شيء مهم، لأن يكفيه أن ربي الذي خلقني وأمرت أن لا أقسم إلا به، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، لكن الله عز وجل يقسم بما شاء من الأمور التي خلقها. فإذا أقسم الرب عز وجل بأمر فاعلم أن ذلك الأمر له أهمية قصوى عندك أيها العبد. إذا أقسم الرب بيوم القيامة، يوم القيامة خص يكون عندك من أولى الأولويات. إذا أقسم الرب عز وجل بالجهاد العادية في ساحة الجهاد، خصك تعرف باللي مسألة المدافعة بين الإسلام والكفر يجب أن تكون عندك من أهم الأولويات. كيف تنصر دينك على الوجه الذي ينبغي، بالشكل الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي؟ فكيف والرب عز وجل يقسم في غير ما موضع من القرآن الكريم بأشكال مختلفة للوقت، يقسم به إجمالا والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويقسم به تفصيلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ويقسم بالآيات الدالة على اختلاف الليل والنهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وتجد كلاما عن الوقت في القرآن كله، يسألونك عن الله، قل هي مواقيت للناس والحج،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل لا يجود لا يوجد شيء من التكاليف الشرعية إلا وهو مرتبط بالوقت. غمض عينيك وتخيل أي تكليف من التكاليف الشرعية تجده مرتبط بالوقت. المرأة هي تتصلي وتتصوم، كيوصل واحد الوقت معين، مدة زمنية معينة، فترة معينة، كيولي حرام عليها تصلي وحرام عليها تصوم. كتسالي هذيك الفترة الزمنية المعينة، كيولي واجب عليها تصلي وواجب عليها تصوم. وقت. وما هي أسماء الصلوات؟ كما ذكر العلماء هنا أسماء الصلوات، حنا كنقولوا الصبح ونقول سميتو الصبح سميتو الفجر، ونقولوا الظهر ونقولوا العصر ونقولوا المغرب ونقولوا العشاء، ومنهم من يسميها العتمة ومن يسميها العشاء الآخرة واللي يسميهم العشاءين. هذه كلها أسماء وأوقات. راه الناس قبل الإسلام راه كانت كتعرف شنو هو الصبح وشنو هو الظهر وشنو هو العصر وشنو هو المغرب وشنو هو العشاء. هي أوقات لم تكن مرتبطة بصلوات، لكنها أوقات. إنما جاءت العبادات وركبت على الأزمنة والأوقات. الإنسان باقي النفس ديالو طالع، النفس ديالو هابط، هذاك سميتو المال ديالو. خرج النفس الاخر في اللحظة، الزمن وقت في اللحظة اللي خرج فيها آخر نفس، المال مابقاش ديالو، ولات سميتو تركة، ولات عليه تبعات أخرى. الأولية ولات الأم ديالو، استهل صارخا أو لم يستهل صارخا، لحظة فارقة ما بين هذه وهذه كتبين لك باللي هذه اللحظة الفارقة فيها مجموعة من التبعات. تقول لك راه ثلاثة الناس توفاو الله يرحم الجميع في حادثة سير. العدول ما تجيش عنده تقول ليه توفاو ثلاثة في حادثة سير، خاصو التقرير ديال الطبيب الشرعي في دوك الثلاثة إلا كانت بيناتهم قرابة، هذا أب وهذا أخ وهذا أخ. كيقول لك تقرير الطبيب الشرعي يعطيني الدقيقة، أنت مات الأول وأنت مات الثاني وأنت مات الثالث لأنها متعلقة بها تركة. إلا مات الأب هو الأول أحكام تركة حاجة، إلا مات الولد هو الأول إلا مات الولد هو الأول أحكام تركة شيء آخر. الفارق بيناتهم فارق زمني يسير جدا، ما تقدرش أنت كامل تضبطو. وللعلماء تخريجات في المسألة هذه. الحج وقت، سير انت لعند راسك، عرفة راه عرفة، راه الحدود ديال عرفات راه عند الله ولو داير لك بلايك، تتمشي كتشوف ها الحدود ديال عرفات، وقف فين ما بغيتي، وقفت هنا وعرفة كلها موقف كما قال صلى الله عليه وسلم. أيوا ولكن سير دابا لعرفة، وقف وقول غادي نوقف في عرفة، وقف في عرفة المسجد، وقف قرا في المشكل ما يحبس حتى واحد. لا سرقا ما يحبس حتى واحد، والله ما يحبس حتى واحد. ولكن واش هذاك هو عرفة؟ كنتكلم على العبادة. لا، خاصك نعم سيدي من اللي يدركك تاسع من ذي الحجة بمطلع أهل الحجاز، عاد باش ويلا ضرب المغرب، وعاد باش انت جاي فرحان حيت بقيتي موظف نعم سيدي في القيصرية ديال مكة باش كتقلب على مشاوير، وجيتي تضرب المغرب، عاد جيتي قلتي حق نوقف بعرفة، الله يتقبل بوا الحج إن شاء الله، ولكن راه العام الجاي لقيتي كيفاش تجي وعاود الحج، ماشي عاود الحج، جي حج، حيت هذاك ما سميتوش حج، شوف سمي شي حاجة ما بقى سميتو حج. شنو الفارق؟ فارق الزمن وقت. ثم كان الحسن البصري لما أثر عنه رحمة الله عليه وعن غيره، لأن ذوك الناس كانوا فهموا شنو هو الوقت، كان يقول يا ابن آدم، وهذه من أخطر ما سمعته في قضية الوقت، في جملة تحفظونها، يقول لك يا ابن آدم إنما أنت أيام، أنت كلك، ماشي إن أفضل ولا أهم شيء عندك إلا لا، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. تخيل راسك انت تولدتي كامل مكمول وغادي في الطريق، فين ما كدوز دقيقه تيطير منك شويه، غادي كتفرتت، غادي كتحتحت، غادي كتسرب، سميها انت كيما بغيتي، وانت غادي فين ما تيدوز نهار تيطير طرف وما يمكنش تردو، ما عندكش كدير ليه، غادي تيدوز غادي وانت غادي تطيح حتى كتبقى في ديك البياسه الاخرى ديال النهار الاخر كامل. والانسان بغى يعرف اهميه الوقت يسال اناسا. أعطيك مثال، الناس مثلا الشباب تبارك الله كيديروا هادشي ديال العدو ألعاب القوى، وخصوصا المسافات القريبة، هادشي ديال 100 متر 200 متر 400 متر 4 مرات 100 متر إلى غير ذلك. الفارق بين اللي كيدخل في الرتبة الأولى والرتبة الثانية، مازال الماراطون بعد المرة يقدر يكون الفارق يوصل يقدر يوصل حتى ل 5 دقائق كاع، يقدر يوصل الماراطون في 42 كيلومتر وأنت كتجري، يعني ممكن الفارق يقدر يوصل حتى ل 5 دقائق 6 دقائق تزيد وتنقص. لكن الفارق بالنسبة للمسافات القصيرة، الناس تعض أناملها من الغيظ على جزء من المئة من الثانية، يعني شديتي ثانية تك تك، هذو جوج ثواني، خذ واحدة منهم تك، قسمها على 100، قسمها على 100 ماشي على 10، قسمها على 100،
وخذ ذاك الجزء هو اللي كبعد مرات يدير فارق ما بين صاحب الرتبه الاولى اللي غيبقى يتخلص على انه هو اللي فاز بالميداليه الذهبيه وربما حطم الرقم القياسي كيبقى يتخلص ياخذ عليهم بريم حتى كيجي شي واحد اخر وكياخذ ليه اللقب وعاد باش البريم الثانيه تيجي شي واحد اخر ويحطم ليه الرقم القياسي بجزء من المئتين من الثانيه. هذا هو اللي صوروا على الوقت. سول واحد تاجر خاصو يمشي ويعقد صفقة مثلا في الصين باش يجيب واحد 4 ولا 5 ديال لي كونتينر باش يدخل واحد السلعه باغي يجيب بها هو الصبق في السوق وتعطلات عليه الطائره او لا الطاكسي اللي غادي بيه لقى الحفير في الطريق وحل في الطرق ما عندوش كيفاش يدير ومشات الطائره وواحد اخر هو اللي سبقه وهو اللي جاب هذيك السلعه وهو ولات عنده اف افضل الاحوال هذه السلعه غيجيبها هو الثاني. هذاك سول على الوقت شنو هي التوقيت اللي مشات عليك الطائره ومشات فيها بيع او شراء ربما مستقبل تجاري. هذاك سول على الوقت. الوقت تسول عليه مع حاملة وخاصها تولد وصل الوقت ديالها الوقت وصول الطبيبة ديالها اللي متبعها ملي كتقول لها كنت عطلتي بواحد ساعة المكانة ولا ساعتين المكانة كنا منعتقوك لانتي للدري. فأن تحتاج أن تذكر المسلم بأهمية هذه المسألة وهو عنده كتاب ربه عز وجل يتلوه ليل نهار وعنده سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم وسير أهل الخير والفضل في هذه الأمة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الخير والفضل الذين نعايشهم الآن وعنده هذا الشيء كله. ولازلنا نحتاج لنذكر الناس بأهمية استغلال الوقت. هذا إشكال إشكال فعلا والله العظيم إشكال. بل صار يضرب المثل بالذي لا علاقة له بالإسلام فاش في مسألة ضبط الوقت وتحديد الأهداف هو ما عنده هدف في حياته. كنتكلم على الحياة الحقيقية ما عندوش ريحة الهدف في حياته. هو باغي ياكل ويشرب ويتنعم ويدير الرياضة ولكن هي إلا حياتنا الدنيا نعيش وما يهلكنا إلا الدهر نحيا وما يهلكنا ما خدام والو كناكلو كنشربو وما عندوش ريحة الهدف. كتقول لي ملي غادي تموت كيقول لك ملي نموتو راه غنتخشاو في الأرض غنوليو أملاح معدية أسيدي ما بغيتش نتخشى في الأرض أنا غادي نخلي وصية يدخلوني ذاك الفران ذاك الانسينيغاتور يدخلوني الفران ويحرقوني والرماد يديرو في واحد القلوش يعطيو لشي واحد في العائلة ما كاينينش كاين ناس كيديرو القضية كتدخل عنده الدار كيقول لك قدم لك الزوجه الوليدات الولد الكبير البنت الصغيره هذا القلوش راه فيه جده وهذا راه فيه خالتي والله راه كيجيكم هادشي كاريكاتير والله العظيم الناس عندهم هادشي الناس عندهم هادي واحد ما لا يعتبر للاخره ادنى اعتبار ليس له بالنسبه للاخره ادنى اعتبار راه عادي انه شي حوايج تبان لك انت من السفه هو بالنسبه لي امور عاديه طبيعيه. إنسان ملحد لا يؤمن لا بوجود إله ولا بوجود أنبياء ولا ملائكة ولا رسل ولا جنة ولا نار ولا شيء من هذا القبيل وكيقول لك الشيء كل اللي كنشوفوا فيه إنما هو حثالة كيميائية وقد كتحرك بمفعول نظرية التطور كنتحركوا وصافي وعطات هذه النتيجة والقانون الانتخاب للأقوى والأصلح وكذا إلى آخره باش ولينا احنا في حلقة. فهذا منطقيا هذا خصني يكون عنده اعتبار لا الوقت ولا الزمان ولا المكان ولا حتى شي حاجة أنه ما عنده هدف ما عنده غاية ما عنده قيم. مبدأ الخير والشر بالنسبة للملحد الذي هو في 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 انسجام إن صح التعبير مع إلحاده مبدأ الخير والشر لا 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 منطق له بالنسبة للملحد. ما كاينش حاجة مثل الخير والشر ومع ذلك تجده حريصا على وقته وحاط راسه أهداف وتتعلم مهارات وتدير. والمسلم الذي يريد أن يلقى الله عز وجل ويعلم يقينا عنده علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 والرواية الأخرى في الصلاة واحد جوج وفيها حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه الوقت وعن شبابه فيما أبلاه تخصيص بعد التعميم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. المسلم يعلم يقينا ملي كيقول لك لا تزول قدم عبد يعني راك ما غتململش حتى تجاوب على هاد الاربعه. الاسئله في الوقت والاخرى عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه غنلقاها مرتبطه بالوقت لانه ملي غيجيب دوك الفلوس خصو فين غيجري غيجري في الوقت. ما يمكنش الانسان يتحرك الا في فضاء الا في مكان والا من خلال زمان هما او اكس ايكغريك زد او تي 4 ديال المعالم على قبل الاسباس وعندك معالم اخر ثلاثه المعالم على قبل الاسباس ومعالم اخر زيدهم اللي هو الزمان وهذوك ما كيتفرقوش على بعضياتهم. كنتكلموا على عالم الشهاده عالم الغيب شيء اخر هذا الموضوع اخر. وهذا الشيء انت اللي غتحاسب عليه راه هو راس المال اللي عطاك سيدي ربي. قال لي غتاني من 5 قبل 5
دخل فيها شبابك قبل هرمك، ودخل فيها حياتك قبل موتك كلها وقت، وكاين صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك تهو دخل في الوقت. فها راس المال، سيدي ربي عطاك راس المال، قال لك هو هذا، قال لك اغتنم، انا نعطيك راس المال واغتنم انت هذا راس المال، ثمرو خدم به. قال لك ولكن راه ملي غتجي غنحاسبك على داك راس المال، حيت انا اللي عطيتك راس المال، انت مالك والو، اللي دزتي في الدنيا ما كان عندك حتى حاجه. هل تعلم الانسان يحيل من الدهر لم يكن شيئا؟ ما كانش عندك حتى السميه، ما والو، ما واحسن ربي سبحانه وتعالى وافضل القول قول ربي، وهو يعبر عن عدمك بقوله لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم تكن تخطر حتى على بال من سينجبك. وعطاك العام سيدي السمع والابصار والافئده، وعطاك المال، وعطاك وعطاك وعطاك، قال لك هذه كلها رؤوس اموال، على راسها راس المال الاكبر وهو وقتك، وهذا راس المال الاكبر هو الذي سيكون عليه السؤال الاعظم. انا لما كتشدوا الخلعه كيقول لك غندخل عند الاستاذ الاجتماعيات، وداك الاستاذ ديال الاجتماعيات اللي كيدير لنا الشفوي راه كيساليك على البروغرام كامل، ولكن مازال كون يسولك على حاجه وحاجه لا نقدروا ديروا بيلو فاس. استاذ دروس الاولى نطلبوا على داك الاستاذ حيينا الثاني، سيدي ربي راه ما يسولكش على البروغرام اجي، سيدي ربي ستسال بين يديه عن الثانيه والتي تليها. شتي وانت جالس في هذا المجلس هذا، وحنا جالسين في هذا المجلس هذا، شتي الشوفه اللي ضربتيها هكا ولا هكا ستسال عنها. شتي الهبطه اللي هبطتي عينك باش شديتي في التليفون وقلتي غادي نجاوب، واخا جايين بغينا نتوبوا الى الله، ولكن اش غادي ندير؟ غادي نجاوب. ضحكتوا. قلتي غادي نجاوب، اقسم بالله عنها ستسال. يا كلشي كان حاضر، كلشي كان حاضر في هذا المجلس هذا، لكن انت او لا انت، هذاك السؤال غادي يطلع في الحصيله ديال يوم الثلاثاء، يوم كذا وكذا، في ساعه كذا وكذا، لما كان الناس يفعلون كذا وكذا فعلت انت كذا وكذا، وخصك تجاوب في الساعه الفلانيه تطلع. راه ما كاينش الحساب الاجمالي، الله يجعلنا وياكم من الذين يمرون بغير حساب وسابقة عذاب، وكفى قدام سيدي ربي والله ما نقدروا نهزوا الراس. بارك غير تفكر خل اش كان كيقول الفضيل رحمه الله ورضي الله عنه، هو في ذاك الموقف المهين كان يقول وسوءتاه منك وان عفوت، وان عفوت هو عفى عليك، شنو هو العفو؟ المغفره، وان الله عز وجل يقررك بذنوبك وكيقول لك سترتها عليك في الدنيا وكذلك اغفرها لك اليوم، سير اسمح لك، لكن ذكرك بالذنوب ومن بعد قال لك راه سمحنا لك، هذا هو البوصي ديالك، هو هذا شتيه ما فيه ما يتشاف، وراه سمحنا لك حي البيت. العفو ما تيتجبد لك حتى حاجه، الارض التي عصيت عليها الله عز وجل ينسيها ربنا عز وجل، فلا تشهد عليك يوم القيامه، يديك رجليك عينيك نيفك فمك فلوسك حوايجك والديك خوتك صحابك الزنقه اللي مشيتي فيها الدرب الظلمه اللي دخلتي ليها الحفره اللي كنتي كتهبط لها، الله عز وجل ينسيهم جميعا، فلا يشهد فيك شيء ولا احد، وتدوز بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان رحمه الله يقول وسوءتاه منك وان عفوت، واخا تعفو الوجه اللي نقابلوك به ما ديالهاش، ها الصالحين كيفاش كانوا كيشوفوا الوقت. وحنا لا نشتكي، اي واحد دابا تسول تقول لي علاش ما مشيتيش شفتي عمك هذه دابا واحد 6 شهور ولا 8 شهور، تقول لك واه الوقت ما عندناش الوقت، ما عنديش الوقت، نجيوها فاس والله حتى كنكذب، اكذب اقسم لكم بالله والله حتى كنكذب. سيدي ربي عطاك الشعار وعقل عليه مزيان، قال لك ولو ارادوا الخروج سيدي سيدي لاعدوا له عده، وكنتي باغي تشوف ذاك عمك صدقا والله حتى كنتي غتلقى ليه الوقت، وكنتي بغيتي تقرا ذاك الكتاب صدقا نعاود تلقى غير خارج هازو داخل به غادي به جاي به والناس كيصحبوك انت هو علامات الزمان، تقول ذاك الكتاب راه شهر وشادو في يدو راه غيكون في الكوف، لا راه وصل شي فوائد الله اعلم، وها كيدي وكيجيبو كيضرك به على الشمس يجلس فوق منه ولا كان شي بلاصه فيها التراب، راه هذا الشيء اللي كاين. لو صدقا كان باغي يقرا ذاك الكتاب كان ينفضو في ليلته، في ليلته في ليلته. عباد الله كان عندها من المشاغل ما لا يخطر لكم على بال، بالاضافه انهم كيكونوا تابعين دائره رسميه مثلا في وزاره ولا كذا الى اخره. كيقول لك ولا يفوته يوم الا ويقرا كتابا. كيقول لك كتاب يعني الحجم ديال واحد 150 200 200 صفحه.
حنا كتبان لينا هادي شي تحبس التليفون تقرا اكثر منه، شي تحبس الغباء ديال التليفون تقرا اكثر منه. يعني مرات كاين بعض الكتب تطرى لكم، بعض المرات كاين بعض الكتب اللي ماشي كتشدها، اللي هي كتشدك، وكثير شي طاحت فيك شي ليله شارب لها شي قهوه مزيان ولا عس مثلا بالنهار الى اخره، ما كتطلقش داك الكتاب حتى كتلقى راسك ودان عليك الفجر. حصيله هذه غنيمه، هذه ما فاتكش وكتفرح بها، وثم كيجيك نهار اخر السطر ما كتقراش، السطر وكدير انت الحصيله كتقول واخا السطر ما قريتوش الدار ما قريت السطر، اذا كنت مشغول بزاف ورقه وستيلو، شنو اللي كنشغلني من ساعتي كذا الى ساعتي كذا شنو كنت كندير؟ غتلقى راسك باللي الوقت الذي اضعته في يومك والله يخيفك، يخيفك مره ماشي ديما، لان عاوتاني كثره المساج تبلد الاحساس. مره دخل الهاتف ديالك، وهذا اكرره دائما، دخل الهاتف ديالك وسير للبارامتر او للريغلاج ودخل قلب في الاعدادات الهاتف، كاين واحد كيعطوك واحد الاشاره كيقول لك شحال الوقت دوزتيه في الهاتف في 24 ساعه الاخرى، والوقت اللي دوزتيه في الهاتف شنو هي التطبيقات اللي كنتي كتدخلها بالتفصيل، شحال دوزتي في هذه وشحال دوزتي في هذه وشحال دوزتي في هذه وشحال دوزتي في هذه. مره دخل ضرب الطليله وشوف راسك، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. خلي الناس اش يقولوا لك، الناس راه كيشوفوك انت علامه ولا سيدي حاتم مارض عليه، كيقول لك حاجه من اهل العزائم، يا ودي الله يهديك، قسم الله العزائم كاع ما لقيت الوقت ندير معاهم، الله يخلي الحاله مستوره خلاص. ما تكتشف راسك، كتكتشف راسك اننا ما تنضيع الوقت، كون لقات اليابان تشري من عندك الوقت اللي كنضيعو، والله تتشري، والله تتشري، ماشي تفريها، تشري تشري. يلاه انا اللي داوين عليه. كتدخل تقلب عليها تلقاها، وكاين تطبيقات اخرى من جهه اخرى تساعدك على ضبط وقتك. بعض التطبيقات كديرها كتقول لي مثلا ملي توصل ل 11 الليل حبس عليا التليفون، 11 الليل مثلا، اولا انت شوف انت التوقيت. طبعا ما يكون عنده حتى معنى انك دير تطبيق بحال هذا وتقول لي حبس عليا مع 2 د الصباح وعاود خدم لي مع 3 د الصباح، لا كانوا كابلاش ابلاش، غادي تبقى تعلف صحاب التطبيقات تعطيهم فلوس وانت كتضيع في الضوء. لا مثلا كدير ديك القضيه ديال انه مثلا من 11 الليل حتى 7 د الصباح ما يبقاوش يوصلوك اشعارات، اشعارات مثلا ميساج، شنو هو اللي كيوقع؟ انت جالس في امان الله واحد تيزوي تيقول لك ويط ويط ولا شنو، الله اعلم مش عندك انت ملي كيزوي اش كيوقع فيك انت؟ انت بحال الناس اللي كتجي ديك القرصه ديال محتاج كارو، نفس المنطق فيزيولوجيا، الناس ديال التخصص كيقول لك نفس المنطق، فاش كتجي ديك القرصه ديال كيتفكر باغي كارو، محتاج شي حاجه اللي غيفرز بها هو شي حاجه هرمون السعال باش غيفرزها، لانه الفضول حرك فيه هذيك القضيه، خاصو يمشي يطل يشوف اشنا هو هذيك الاشاره اللي دات. ويكفيك ان تصبر على مثل هذا، ما قدرتيش في الاول تصبر على هذا باش تقلع من هذا الادمان، بزز على راسك الاقلاع. كاين تطبيقات انه تتعطيه كتقول ليه مثلا في التوقيت الفلاني الفلاني، كاينه حتى في الهواتف، لا ما دير لها تطبيق لا والو، كاينه في الاعدادات الهواتف. كتقول ليه الساعه مثلا 10 ليلا ولا 11 ليلا نشوف انت شنو التوقيت اللي بغيتي تبدا تجلس فيه مع راسك، وقول ليه حبس عليا كل شيء، اشعارات، الرسائل، الاتصالات، غيعيط لك زعما جو بايدن باش يسولك على ازمه روسيا، ما دير الله يهدينا ويدي. لانك تبقى مصيفط لك ميساج مع 4:30 ديال الصباح كيقول لك حكا العام اللي فات راجلي طلق لي، سير طيب انت ساعه حمد لله سير سير تصلي. انت طاحت لك مع 4:30 ديال الصباح مشيتي تلاحيتي بها، الادمان اللي كنهضروا عليه. الناس كتنسى راسها، الناس كتنسى شحال من واحد اللي كتفكر كتقول لها شريف راك عيطتي لي مع 12 الليل، راك هزيتيني من وسط مرتي ووليداتي، لا 12 الليل عيطتي لي ركبتني الخلعه، ما عرفت واش هذاك اللي من عائلتي توفى اللي كنا كنتسناو الخبر ديالو، او لا وقع شي حاجه، او لا انت طاري لك شي مشكله كبيره ما يمكنش نعس الا لما لقينا لك اللي فكر لك الجنه، وتعيط لي مع 12 الليل باش تقول لي المساله لا علاقه لها بترتيب الاولويات. اش كيقول لك؟ كيقول لك والله ما رديت البال وانا اصدقه في قسمي، اصدقه في قسمي، واخا ما يحلفش، لا قال لي راه ما رديتش البال، والله العظيم اصدقه، لان الانسان من كثرة ما ولينا تنضيع الوقت ولا كيتخلط لينا كل ليل كل نهار، كي وقت العورة كي وقت السماح كي وقت الإذن، ما عندنا ما كاين، ما عندناش ما عندناش إشكال. شحال واحد فيكم هنا كيعيطوا ليه ما بين الظهر والعصر، وقت عورة هذا، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت عورة هذا، ولي اللي في داري ما عنده الحق يدخل عليا البيت في هذيك الوقيتة تيدخل، ولا قلت ليه سير بدل ساعة أخرى خصو يمشي بدل ساعة أخرى، هذا ولدي اللي في داري ما يبقش عليا في الوقت في بيتي. عادة انت جاي من الموزمبيق باش تقول لي حكا اجي في كليه
الكوبا ديال الفلفله راه ما لقيناش باش نخلط نطلق مني. هذاك وقت عوره ماشي ديالي انا، سيد ربي اللي قالها لينا. تعيش لي قبل الفجر، تعيش لي وسط العشاء. وتخيل اللي حيدنا بعدا غير على الاقل هاد الاوقات هادو حيدنا فيهم كثره التبروير والاتصالات والهضره الخاويه. كاين اللي كيبان لك يشد التليفون ومركبو في الشارجر، داك العيب ما يطلقك تيطلقك دوده. وتاي ورا صلاه العشاء عاد باش جالس هو فوق السداري وجايب داك الكرسي الاخر غيطرا كي فيه رجليه وغادي تفطاح العام سيدي وحاط براد عاد باش يعيط باش يدوز التقرير يومي وفلان اش دارت وفلان اش دار وهذا فين مشى وهذا فين جا. اللغو والرغي وضياع الاوقات وقت الوقت. وفي الاخر اجا ياسين دير عفاك محاضره على اهميه الوقت. اهميه الوقت ما عندهاش علاقه بان نجيو نديرو محاضره ولا عندها علاقه اول حاجه بالوعي. خاصنا نفيقوا حنا باللي الوقت هذاك اللي ملي بدينا المحاضره لدابا ملي بدا الكلام لدابا هذا الوقت والله ما غيرجع. ودابا جباد لاستيك وشوف شحال عندك في السن ديالك 20 40 50 60 سنه تزيد او تنقص داك الشيء اللي مشى والله ما غيرجع. والاصل في شخص يفقد من وقته اليوم بعد اليوم والجمعه بعد الجمعه والسنه بعد السنه الاصل فيه ان تجده يعني في زاويه يجتهد في ضبط ما بقي من وقته لعل وعسى ان يلقى ربه عز وجل بشيء يفتح له باب العفو والمغفره. وتصطنت ملي تلقى شي واحد كيحتفل بعيد الميلاد انا ما صراحه يعني صراحه تتساءل يعني اين اذهاننا؟ راه كيكون في غيبوبه كنا عشنا اغلبنا على الاقل. انا بوحدي انا اللي ما مزيانش لما كان اولياء الله الصالحين وشافوا النشاء في طاعه الله الله يتقبل. كتكون في غيبوبه ما فاهمش خصك واحد الشده ديال الاذن. شنو هي فرحان وجايب حفله وسميتو وكذا والحلوى والشمع علاش الشمع ما عرفتش. كيقول لك راه الكور كيديروا ما عرف خباري حتى الكور تما كيامنوا بالسادات والشمع وداك الشيء. المهم انت هو السادات ديال الراس الشمع اوف ويت لا والله بعد ما لا ما تقدر تجي ايش واحد يشرح لي شنو اللقطه ديال انا عندي مثلا درت 50 عام هو عرفتي 50 عام خص قرطاس ديال الشمع مع هذا كيدير لي شمعات كبار فهمتيني كيولي هذه 10 سنين ما فينا ما يبقى يزرزر كيولي ذاك الشمع كيطلق البنه ديالو في ديك الحلوه. المهم كدير لي الشمع ويشعلو ويقول لي سميتو يلاه زيد انفخصو وكيطفيها وكيصفو ياك ما كاين باس شنو ديك الحركه بعدا هي الاولى بعدا نفهم بعدا شنو الشيء اللي طاري واخا سالينا من هذه فرحان. علاش فرحان؟ وصلت 50 سنه واش عرفتي شنو 50 سنه؟ المعدل ديال الحياه ديالنا حنا كي قال النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه لهذه الامه اللي هي اخر الامم قال لك اعمار امتي بين ال 60 و 70. ما كيعنيش ان الناس كلهم غيعيشوا حتى 60 عام 70 عام وكلهم غيموتوا، لا راه كاين اللي غيعيش 120 عام لكن كم عددهم؟ وكاين اللي ما غيفوتش 25 عام وكم عددهم؟ ولا بغيتي تعرف علاش ما عندناش بزاف الشيبانيين في الزناقي؟ حيت قليل اللي كيوصل لذاك السن. سير عام سيدي للمقابر، ديروا زياره للمقبره. ومره مره ضربوا على الشواهد وشوفوا السنه ديال الولاده وشوفوا السنه ديال الوفاه. اللي غادي يخلعكم هو ان اغلب الوفيات من صفوف الشباب والكهول لا من صفوف الشيوخ. فاذا كان اعمار الامه بين ال 60 وال 70 راك ضربتي منها 50 عام شريف واش عرفتي شنو هي 50 عام؟ احسن الاحوال راك ضربتي ثلاثه الارباع. بقى شوي وها انت عند سيدي ربي. كما قيل لذلك الرجل المسرف على نفسه ملي سولو كيقلب لي على دخله كيقول لك هذا شرف باش نقول ليه صلي خصو دخله. فكان مما افاء الله عز وجل من الحكمه على ذلك الرجل الصالح ان ساله قال يا فلان كم عمرك؟ قال 60 سنه. قال ما شاء الله 60 سنه وانت تسير الى الله ومن سار الى الله 60 سنه فقد اوشك ان يصل. سيدي الله فاق من القلبة هو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هو يشقم منها قال لي من علم أنه لله وأنه إليه راجع علم أنه سوف يسأل بين يدي الله فليعد للسؤال جوابا. ملي شاف راسو حصل هو ديك الساعة ويهبط كواريه قال لي ما العمل يا أبا عبد الله؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما قد مضى. فملي نفيقوا حنا ونتوقدوا ونفهموا باللي راه الوقت ماشي شي حاجة مهمة، الوقت هو أنت. فإذا أنت عند راسك ماشي مهم راه عادي جدا أن الوقت عندك ما يكونش مهم.
إذا أنت كتعتبر راسك مهم بالنسبة لراسك، راه الوقت بالنسبة لك غادي تولي به بخيل أكثر من بخل صاحب المال بماله. وعرفنا أناسا أقسم لكم بالله توقف لي على الفلوس والله ما اللي في جيبه يقدر يعطيه لك، لكن توقف لي على الوقت والله ما يعطيك دقيقة في غير ما يعود عليه وعلى الأمة بالنفع. عليه وعلى الأمة بالنفع، عارف واش نقول؟ زعما تقول لي واحد سويعة المدرسة نجلسوا يقول لك اش غادي نديروا؟ نجمعوا مع الخوت ونضحكوا نقشبوا شي شوية، كيقول لك سيروا ضحكوا قشبوا ساليوا بلا تكون شي حاجة بصح عيط لي نجي. يظن بوقته بخيل، بخيل وقته والله يمدي منه دقيقة. نذكر وهو غادي لواحد المناسبة وفقط وقع مشكل في الطريق وكان الطريق زحمة إلى آخره، وضرب حسابه أنه إذا صبر تأخوة ديك الطريق ومشى للمناسبة غادي يدخل ليه داكشي في الوقت لأنه عنده شي أعمال ديالو خاصة بيه بالليل، ضرب دميتو ورجع بحال هكا. قال لك المناسبة راه عيط لي نصيفط لك هذا الله يتقبل ما وقتي ما ياكلوش ليا. شحال كذا عندي الوقت؟ وقد ذكرنا هذا للشباب لقاء قبيل هذا اللقاء، ياك ما طولت؟ لا لا طولنا عليكم، قولوا أنا الصاد هذا لو انت جالس هنا ومرتاح هذو اللي مزيرين تعطلنا عليكم قولوا هذا. فقلت كان عندك كلام مع مع الشباب، وهو ان من المصائب ديال هذا الزمان في الامه هو اننا ولينا تنفرحوا ملي كتجي الاجازه، ما كتسموش اجازه كتسموها عطله. علاش تنفرحوا؟ حيت كنتفكوا كنتفكوا من القرايه. دابا حنا بغينا نزيدوا لقدام، دابا حنا كنقولوا لا حنا دول متخلفه وخصنا نتجو وخصنا نعطيو وسميتو جاي العطله العز. علاش؟ وانا نحيدو من القرايه غير راه شي معايير ولاو عندنا والله العظيم غريبه، وخصنا نعاودو خصنا نديرو لها غير فقط نعيد النظر اليها، غير نعاود نشوفوها غيبان لينا فيها السفه، غيبان لينا باللي راه حنا سفهاء. ولا سيدي ربي قال لنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم كيف يؤتي الله عز وجل التمكين لامه سفيهه، واولى اولى اولويات السفيه ان يضيع وقته قبل من المال، لان مشى لك الوقت المال ما عندك ما دير به، مشى لك 60 عام شحال واحد يلاه فاقل من القلبه وعاد يلاه بغى يبان صافي هو الحاج اللي عطاه الله عطاه 65 70 سنه راه انا كنشوفوه بالاخوه قبيله لقيت واحد الشاب كيعاود كان في الحج راه كتلقاو الناس فايتين 80 سنه وصولوا من الحج كي كيدوزوا المحين والله يتنحين، لا كيستمتع بالعبادة ولا يستمتع بالطاعة. أنا ما كنتكلمش على السيد اللي عنده 90 سنة و95 سنة وباقي رياضي، عنده استثناءات. أما أغلب 80 سنة عنده أربعة البطاقات ديال الاشتراك الدائم، الطبيب المعدة وطبيب الروماتيزم والسكر والملحة والبروستات وما عرف شنو هذاك. الله يعافي الجميع. كيحجب. رقيت اللي كان الشباب ما على بالوش، لا اللوماني ولا الضرر. نخصو شي شويه كلام الشباب اللي هو مقبل على الدراسه. كل عام كنقول انا غندخل في شهر 9 ها هو ضحكوا شهر 9 ان شاء الله تعالى قبل ما ندخل شهر 9 نبدا نراجع شي شويه الدروس ندبر عليهم. وفعلا راه تيدخل تيدبر على الدروس بصيف الدراري الدراري سميتو اللي عنده داكشي بي دي اف يصور ليا كيبان لك التليفون شويه وبدا يتنفخ بكثره البي دي اف اللي مطيليشارجها وخا هي صوفت ولكن تنفخ عليها. كاين شهر 9 تدخل في الاول الدفتر اربعه ستيلوات واحد زرق واحد كحل واحد احمر واحد خضر مجد بيكار نصف دائره هذوك الادوات ما كتلقاش تلاقى معاهم ابتداء من شهر 11 وجاي مع مسيدي وحاط هذيك ولا تروز ديالو فعل ديك الحلقه ديال مستر بين جاي ديك يدير ديك هاك وحاطها نعمه سيدي وقادها ومصايب وكيتسنى النهار الاول العنوان تاريخ الاحمر اولا كبيره كذا النهار الثاني النهار الثالث نقلتي ضر صايت تخلي لي ندير لي فوتوكوبي شكون اللي عنده لا لا والله العظيم سيدي حاتيني نهار الامتحان وداخل الامتحان الدراري شكون عنده شي ستيلو زيد ماشي خسر لي ستيلو جاي بلا ستيلو نهار الامتحان تيقول لي علاش استاذ ياسين نهار الامتحان كتكون شويه سميتو بعد مرات كتغوت انا كنقول انا راه فوا ديال اللوحه من نهار الامتحان اللي كان داكشي اللي كنشوف من التسيب وبنادم ما عندوش ريحه الاحساس بالوقت انا كندوي على الجيل ديالي على الجيل ديالي ما ماشي زعما نعاودش على داكشي ديال الاربعينات والثلاثينات انا على الجيل ديالي انا لا باقي صغير انا الله عندي واحد 50 سنه ماشي شي حاجه انا ما عارف انا ولدك من ثلاثه الاربعه اللي يقول انا اذكر
هذه تقريبا واحد 30 سنة ولا تزيد مثلا في الجامعة، كان طالب إلى شي مرة في شي امتحان في شي مدرج جاي شي طالب مع الطلب دقيقة ولا جوج تيبلك جاي تيجري وكتسمع الدرديك ديالو من وصل المدرجات وعرقان ومخلوع وتيطلب في الأستاذ وعافاك الله يجازيك بخير، والأستاذ غيخليه يدخل حيت عنده واحد تقريبا الحق في واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق اللي يقدر يدخل، لأنه ديك الساعة ما خليت شي واحد يخرج فلا إشكال إن شاء الله. وهذا الشيء راه ما كان لا تليفون ولا تسريبات ولا تصاور ولا حتى شي حاجة، وهز هم وخايف. دابا أقسم لكم بالله إلى الطلبة كيجيو معطلين على الموعد ديال الامتحان بالعشرات وجاي هو كله بكامل أريحية، إش قالوا الآخرين؟ Peace and love بخير، وداخل تيحل شكارته بشويه ويمشي ويجلس وما على بالوش ما على بالوش، بل منهم من ترده شريف شحال ساعه ممنوع ولي الدخول رجع تيدور وتيرجع. انا كنبغي نقول ليه وعاقول ليه شي حاجه نخليك القلب تخرجها، ما عندكش اشكاله ولدي انه تمشي هذه الماده وتكون عندك صفر نوط اليميناتوار وهذا الرطرطاج، يعني انا ما غاديش ترجع حتى العام الجاي ما عندكش اشكال سنه تمشي امام ما عندوش حتى اشكال. كيف هو كتقول ليه انت سير ودير ما بقاش الوقت هذا ما عندكش حق تدخل، تيدور اول حاجه تيديرها تيجبد تليفونه وغادي وتيدندن وبالك ركب السماكات هادو ماشي السماعات يركب السماكات وغادي تيطنطن ما عندوش غرام في المشكل. كاين فيهم ربما يفرح لك قلتي ليه بسير، فكتقول لي فين هو الاشكال؟ كيسالي هذاك العام نرجعوا داك مول شهر 9 كيسالي هذاك العام بخر العام دفتر في الجيب اللوراني لا جابو ستيلو فيه شويه شي قلم شي حاجه بحال هكا باش كيبريكول انت كيحس بالدقه ملي كتعطاه ورقه الامتحان، ديك الساعه كيوقف عليه الواقف ديالو شنو هو وداك اللي كيبدا يقول لي عقلتي داك النهار فاش ما دخلتيش، عقلتي داك النهار فاش ما راجعتيش هاد اللعيبه توقفتي عليها وقلتي غادي نراجعها وقلتي بلاش راه القلم ما غيحطوهاش وهي اللي تحطات كنت تقول يا ليتني وكون غير كيسالي الامتحان كيجيو النقاط شويه وكان بريكولين شي طايح شي نايط كتقول العام الجاي ان شاء الله شهر 9 وكيبقى كل شهر 9 تيجي كيلقاك، لان علاش انت كتلوح حتى لشهر 9 القافز ما كيلوحش لشهر 9 ملي كيتقرص لاول مره كيقولش شهر 9 كيقول من دابا انا تصيدت في الجهاوي الوطني ما يفوتنيش مثلا، او نجات مثلا فرصه انني مثلا نكون من بين الفائزين مثلا في المسابقه القرانيه وما ضبطتش مزيان مع الشيخ ديالي وما راجعش لقيت اللي كان كيقول لي اجي راجع ما كنتش كندير راجع وطلعت للمسابقه وداكشي داز ما هواش المسابقه الجايه ما كيقولش تتقرب عاد نمشي عند الشيخ كيعيط للشيخ ديالو ديك الساعه كيقول لي شيخنا الله يجزيك بخير دير لي واحد البرنامج نمشي معاك فيه، انا نتكلم ان شاء الله تعالى بعجاله على المفهوم ديال شنو هو هادشي كله الغرض عندي هو إثارة مبدأ أن الوقت ليس شيئا مهما أو ضروريا، الوقت هو أنت. فإذا سخي عليك راسك راه يسخي عليك الوقت. إذا أنت فعلا كتقول راسك راه عزيز عليك، عزيز عليك بالمفهوم ديال العزة. راه الوقت ديالك راه ما تبقاش تخليه. نجيو لقضية تنظيم الوقت، هذا من الإشكالات اللي كنعانيو منها. لأننا حنا الله عز وجل نظم لنا الوقت. تخيل الله سبحانه وتعالى دبر لنا كل شيء. قال لنا انتما يطبقوا فصلها وقادها وصيبها سبحانه وتعالى، قال لنا انتما طبقوا فقط يعني تلت المجهود ديال انكم شنو هي البرمجه المقاده اللي ديروها في النهار سيدي ربي فصل كل شيء على هذوك الاوقات ديال الصلوات شنو هما راه شي حوايج كيبانوا لينا بعاد لان دخلوا شي محاضره دخلوا سلسله بوحدها الحاله الوضعيه اللي حنا كنعيشوها حنا دابا تاريخيا شنو هو اللي خلى اننا مثلا نعطيكم مثال الشباب اللي قراوا في التعليم النظامي المدرسه شكون فيكم هنا اللي عقل على الاستاذ ديال الماط او ديال الفرنسيه كان كيكتب لهم التاريخ الهجري ديال الماط ولا ديال الفرنسيه شكون خد دوي المات الفرنسيه فيزيكشي يعني من غير استاذ اللغه العربيه من غير استاذ اجتماعيات من غير استاذ التربيه الاسلاميه نساو عليها الثلاثه هذ شكون اللي كان عندهم تيكتب لهم التاريخ الهجري استاذ الرياضيات الفرنسيه جميل تخيل هذا الحشد كله يعطاه دواء ودابا تقريبا شي 5 ولا 6
طيب علاش كانوا كنأرخوا بالتاريخ الهجري في حين انه كنحتاجوه ملي كيجينا مثلا موسم كموسم رمضان ولا كموسم الحج او مثلا عاشوراء او ملي كيجي رجب او ملي كيجي اشهر الحج او لا او لا او لا كنحتاجوا التاريخ الهجري ملي كتبغي المراه مثلا تحسب العده ديالها اما طلاقا واما وفاه تحسبها بالتاريخ الهجري ملي كيبغي مثلا الانسان المسائل اللي متعلقه ب القليل الاهله دخول الشهر ولا خروج الشهر كتحسبها بالتاريخ الهجري وهذا هو اللي مترتب عليه الحسنات والسيئات والسير الى الله عز وجل ما كنقول التاريخ النصراني له تقويمه الى اخره لكن شنو اللي خلانا هذه المساله هذه التاريخ الهجري تنظيم الاوقات علاش كنخدموا 812 جوستا والتوقيت المستقبل الهجري من 840 عام مثلا منين جا هذا الشيء يعني طريقه التفكير خصنا نفهموا المسائل هذه باش نعرفوا فين خلينا احنا الخلل انا ما كنتكلمش على ان الامور هذه غادي تغير دابا انا ما غاديش تغير دابا حيت هذه عندها سنوات وخصها سنوات انا كندوي غير على ما لك عن فيه انت مسؤوليه ما عليك فيه انت مسؤوليه هذوك الصلوات الخمس هذيك راه تفصيله تنظم بها وقتك ان شئت مثلا القضيه ديال تنظيم الوقت في البرنامج اليومي بلا ما نحرجوا بعضياتنا الا طرحنا داك السؤال شنو هو الوقت اللي كتقرا فيه القران فهمنا غنلقاو بلي واحد العدد غايقول لك وقت ما اتفق وكاين غيخرج من فمو ديك الكلمه اللي شي شويه تتخلع حيت هي قبيحه في حد ذاتها كيقول لك ملي كيشيط ليا الوقت يعني كنتعامل مع كلام سيدي ربي الذي اريد به النجاه كنتعامل معاه بما فضل من وقتي اللي شاط ليا من وقتي كتعامل مع اولى الاولويات كتعامل معها بما فضل من وقتك وإلا كيقول لك راه ملي كنصلي نقرا شويه كاين اللي كيقول لك لا راه عندي التوقيت مثلا قبل ما نبدا الفجر بواحد نص ساعه ديك ما يحيدهاش ليا الطبيب وخفي الموت خاصني مثلا القران نقرا في ذاك الوقت او لا بعد صلاه الصبح او لا في الليل او لا نعطيك غير مثال على مساله واحده بالنسبه لك انت كمسلم هذه اولويه اولويه علاقتك بالقران الكريم على قدر ما لك علاقه بالقران على قدر حياتك وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وعلى قدر ما لك علاقه بالقران الكريم على قدر ما تبصر ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا على قدر علاقتك بالقرآن على قدر الهداية فيه هدى للناس على قدر علاقتك بالقرآن الكريم على قدر بيانه وبينات من الهدى والفرقان فإذا أنت عندك تكيشيط راه العطاء من الله ما تسناش منه داكشي كبير هذا القرآن طيب شناهو الوقت اللي عندك فيه تخصصه للمطالعة غير القرآن مطالعاتك شوف أنت ما الذي تطالعه الكتب الشرعية الكتب الفكرية الكتب ديال التخصص مثلا ديالك أنت ما هو الوقت الذي تخصصه لكي تصير متميزا في تخصصك العلمي مثلا او للعملي مثلا انت نجار راه دابا نجار انا باقي نعقل ملي كنا باقيين صغار اغلبيه ديال الجينيراسيون ديالي كانوا ملي كتوصل مثلا الصيف راه كتمشي تجلس شويه عند النجار هذا يمشي يجلس شويه عند الميكانيسيان هذا عند الحداد يعني كتحيد الاميه من الصنعه كتعرف شي حويجات وكاين فينا اللي لقى ذاته في الصنعه ومشى في الصنعه ودابا انت النهار كتحتاج شي حاجه كتمشي عنده هو فاتح تبارك الله محال وفاتح دار وقاضي غار فالادوات اللي كانت نجاره شحال هذه ماشي دابا دابا تبارك الله ولا عندك نعمه سيدي لامبريمونت ديال النجاره اسيستي بار انتيليجونس ارتيفيسيال داكشي الهواس داك الحال وانت بقى خدام بالشكر فينا قالت كتبرد في داك القنت الناس راه طورات شغلها طيب شحال الوقت تخصصه لكي تطور من لتصير متميزا في في في, في عملك انت كتعرفوا بقيه بن مخلد بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله هذا يقال أنه يعني كان عنده ربما أكبر مسند للحديث لكن لأسباب معينة ضاع 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 جزء كبير منه بقي ابن مخلد هذا ضرب من الأندلس يعني إسبانيا مشى حتى لبغداد اللي كتقول الأندلس بغداد نسى الطيارة نسى الطوموبيل السيارة الوحيدة اللي كانت هي القافلة ممكن تسمو سيارة ها جاء سيارته فنسى السيارة اللي هي الطوموبيل نسى البودرون شي طريق الدراري اللي كيسافروا تبارك الله كيديروا التريب كيهزوا الساكادو وداكشي الى اخره راه امورهم يسرى حيت واخا ما يلقاوش فاش يركبوا كاين البودرون كاين التوفنا كاين البيس كاين مريره خلاوها الناس العروبيه اللي غادي يدوز منها انت هذا ما كاينش خاصو يدوز من الطرقان اللي كيدوزوا منهم القوافل باش يقدر يقطع ما تخيلش راسك غادي مثلا من الاندلس
وكتلقى مثلا غرناطه 30 كيلومتر وغادي تلقى غرناطه 29 كيلومتر، ما كاينش هادشي. غير ضربه يما كعبه على رجليه وخاصو يوقف شي قنت باش يتزود ويقدر يخدم ولا شي حاجه، يهز حمار يهز تقول العباده باش يدوروا معاه باش يقدر يلقى باش يهز الماكله، حيت ما غيهش هو الباكطاج ديال الماكله اللي غادا تقدو من الاندلس حتى لبغداد. وهادشي كله لاش باش يتلاقى مع الامام احمد. من زهرو لقى الامام احمد في مرحله المحنه، ديك الساعه بداو كيتعاقبوا الخلفاء الذين كان بلاطهم يتكون من شنقولك القريضيه الكبار ديال الاعتزال، فكانوا يجبرون العلماء على القول بخلق القران، ان القران هذا ليس بكلام الله وانما هو مخلوق. والامام احمد هو اللي بقى شاهد، وفي هذيك الفتره اللي كان عنده هو مشى لقى الامام احمد مضروب عليه الحصار، كنقولوا حنا في الاقامه الجبريه ممنوع عليه لا التحديث ولا حتى شي حاجه. وتخيل انت هذيك الطريق كلها ضربتيها ويقول لك بحال داك مول الامتحان اللي هضرنا عليه قبيله، واه ثاني وبقى صافي ضيع معهم ويرجع لحالته. كيقلب خصو تخريجه ما يمكنش انا ضرب ديك الطريق على قبل الحديث ناخذ من عند الامام احمد ولا نرجع بك. فلقى واحد الخطه يديرها مع الامام احمد، علما ان الطالبه صافي حتى واحد ما بقى قادر يمشي عنده، يخاف اللي يمشوا عنده يشدوه، كان اضطهادات كبيره في ذاك الوقت. فكان يطرق بابه كانه فقير مسكين يسال المعونه والعطاء لله. دور معنا شوف بعينك وحن بقلبك، انت كيطلب ياتي بهذه. تخيل هذا طالب علم وجاي ويرضى لنفسه هذه الحاله ديال انه يجيب حل شي طلاب على قبل العصر اللي كيدوروا تما، وتيخرج ليه العام سيدي شي حاجه باش ياكل ويلوح ليه حديث واحد ويرجع، لان انا طول معاه الهضره كيفاش طلاب كتطول معاه، وما خصوش يرجع صباح وعشيه، مره في النهار مره في يومين، قضيه مزيره سير ضرب ثلاث ايام وعاود رجع. المسند الامام احمد تقريبا شحال فيه من حديث؟ كنلعبوا في 40,000 حديث تقريبا، في واحد 40,000 حديث. بالنسبه لك غادي يجي وغادي يطلب ويعطيك حديث في النهار او مره في يومين، تكمل 40,000 حديث شحال خصك الوقت؟ 40,000 يوم ضربها في جوج، اذا كانت مره في يومين 80,000 يوم، والعام فيه 360 يوم تقويم الهجري. حفيدك الا خليتيهم وبقى الامام احمد كيدقوا لي البراوات باش يبقى حي ما غيدركوش 80,000 يوم. ومع هذا شحال؟ الله ينورك 260 عام، واخا تكون سلحفات وهو يكون ام السلحفات ما دركش القضيه. ومع ذلك لازم طرق الباب، وشاء ربك عز وجل ان تفرج المساله ويرجع الامام احمد الى التحديث في مجلسه. كان ملي تيتم جاي داخل البقيه بن مخلد كيقول لهم حلوا هذا طالب العلم، تيجيو تيجلسوا حداه، واخذ من عنده المسند كاملا. شنو هو الوقت اللي مخصو انت لتتميز في شيء تفعله؟ شنو الوقت الذي نخصصه لتعلم كيف نربي اولادنا؟ شنو الوقت الذي نخصصه لنتعلم كيف نقرا كلام ربنا عز وجل على الوجه الذي ينبغي؟ فاذا قراناه فاتبع قرانه، هذا امر من الله. شنو الوقت الذي تخصصه لتصير في الرتبه رقم واحد على الصعيد الوطني مثلا في تخصص تريده انت؟ دربكم انت مثلا شنو هو الوقت الذي تخصصه باش تميز في شي حاجه اللي غتنفع فيها مثلا دربكم؟ شنو الوقت الذي تخصصه باش تعلم مثلا الدراري ديالكم ولا دربكم اليوم شي حاجه اللي انت اصلا متميز فيها مزيان؟ ها الفتره ديال الاجازه الصيفيه والدراري كيتمطربوا في الزناقي، شنو كنديروا لهم حنايا؟ حيت الا حنا ما ضابطينش التوقيت ديالنا حنا وما حاطينش راسنا برنامج، راه يصعب علينا جدا ان نسهم في ضبط برامج الناس. حيت ملي غتبغي دير للدراري برنامج وغايعيطوا لك مثلا الخوت في الجمعيه اجي راه اليوم راه النوبه ديالك، فانك انت اللي غادي تاثر الشباب. وفي الحقيقه والله العظيم البارح صارت وما فيهاش ما يجي. شوف عيط لسمير وقول لي لقدر يجي بريكولي معاهم شي حاجه ولا صيفط لهم حتى الغدا. الا كنتي انت مضيع وقتك غتضيع الوقت لعباد الله. لو ضيعتي الوقت لعباد الله نوليو في مسؤوليه مضاعف.
هذا الذي نحتاجه. طيب كيف أعد برنامجا؟ شوف شي كاع اللي يجي خذها من عندي، وكاع الخوت اللي كيتحركوا في هذا الباب هذا يسمحوا لي. شتي كاع داك اللي يجي باغي يبيع لك الوهم ديال ها هو البرنامج النموذجي اللي لا درتيه بحذافيره غتولي انت هو ايلون ماسك، عارفو كدام وباغي يضرب لك في اللسان. شفناه الناس جاوا هذه السنوات وناس يطبلون لهم ويزمرون، وداروا واحد البرامج ديال غادي نصوبوا ليدرز القادة. ومضت سنوات، انا بطبيعتي مشكاك في شي حوايج الله يسمح لي، ومضت سنوات ثم سألت عن ثمرة ذلك البرنامج فكان كالذي تصورته. لم يتم إعداد قادة. ما الذي تم إعداده؟ تم إعداد أناس قادرين على إقامة دورات كيف تعد القادة. وباللي كيدرته هو دورة، هذوك الناس كيخرجوا كيف تعد القادة. عندنا غير ذاك اللي كيقول لنا كيفاش نديره، ما خرجنا حتى واحد كيدير. كل شيء كيعرف يدير. تخيل شي مرة جات قالت كنعلمكم كيفاش تطيبوا، وتسنينا غيخرجوا لنا الطيابات. لا، خرجوا لنا عيالات تيعرفوا يديروا دورات لعيالات اخرين كيفاش تطيبوا. واش كله حنا راه ماشي بالجوع، ولو العيالات كلهم طيارة فاش يوريو كيفاش دير دورات ديال كيفاش تكون احسن طياب. وهذا نص الصيدله مات بالجوع، وهذا ولاو يا سلام. فاللي غيجي يسمعني مزيان، اللي غيجي غادي يعطيك برنامج نموذجي، داك اللي فيه من 8 ل 12 كذا ومن 9 كذا، حنا ماشوش بعيد. مرة كيخرجوا دوك البرامج ديال كيف تستغل يوم عرفة، كيف تستغل يوم عاشوراء. تستيقظ نصف ساعة قبل أذان الفجر، كتقعوها من هذيك نصف ساعة قبل أذان الفجر، من تم أصلا نايض 5 دقائق قبل الفجر، وغادي كتجري وكتلوح الماء وتتمر في دقة واحدة، كتقول عندنا كيودل راه واحد خينا قال لنا تيسالي الأذان، وبين قصير الظل بالنا الفيلم هذا ما كاين. قال الله أكبر، كتلوح التمرة باش تفطر، يقول الله أكبر حي التمرة من فمك. سلات هذا اللي نطولوه نقصروه، اللي نطولوه نقصروه، هذا دين فاحفظ لي دينك. لا قلت ليه كيقول الله اكبر كدير التمره باش تفطر، بنفس المنطق ملي يقول الله اكبر تحبس داكشي اللي فمك في الصوت، حيت لو كنتي غتسناه تيسالي وتسناه في المغرب يا حبيبي تيسالي، في المغرب ما كتسناش تيسالي، هو في السحور ما تسناش تيسالي. المهم ما علينا، حيت الكلام هنا كلام الفقهاء، ما يجينيش واحد ولا وحده غير حيت هي دايره الحجاب ولا النقاب ولا هو داير الحياء وحط تليفون وحط لي ستوري في انستغرام وتيقول لي عندك هذه راه سميتو راه واخا تبقى تقول شكون انت شريف؟ شريف هذا تلاعب في دين الله عز وجل، شكون انت؟ شكون انت؟ الكلام هذا يتحدث فيه اهل الصنعه وهم الفقهاء، حيت هذا باب الفقه يدوي شي ما يدويش فيه شي واحد اخر. هذا المهم، هذا غير في الطريق. وكنبداو نعم سيدي البرنامج ديال اليوم معانا كيبدا تقعر من هنا وتشد من هنا، حيت هذاك اللي حط لك البرنامج، حط البرنامج مفصل عيق على قياسه هو، انت كتافك ماشي كيكتافو، والبلاصه العامه سيدي هنا ديال الحوض ماشي بحال قدك في العبار، انت عندك الكرش خارجه هو عنده الكرش ضعيفه، العبار ماشي بحال بحال، غتولي بغيتي تلبس ذاك القميص غتبقى مضاربه دايما على البروز اللي عندك من تبعنا، هو فيه 1.80 متر انت فيك 1.60 متر، الى اللبسه فيزيائيا اللبسه اللي غيلبسها هو ما غاتجيش قدك حيت ماشي بحال بحال، فما بالك في برنامجك اليومي انت اللي عندك انت ما عندوش هو، انت خدام يوم عرفه، هو يوم عرفه كتكون عندهم اجازه سنويه، انت يوم عرفه ما عندكش انت خدام، انت يوم عرفه كتجري العماسي على الارامل والايتام انت تبع واحد الجمعيه وداك النهار كتوزع عليهم مثلا الاكباش، وكيولي الانسان عايش واحد الاحساس بالفشل ديال انه راه بغيت ندير هذه العيبه ولكن راه ما صدقاتش ليا. لا، فصلها على عباك، انت حط لك الاهداف العامه، هذا الاسبوع اشنو بغيت ندير؟ عندي عمي خصني نزورو، عندي الخاله خصني نشوفها، عندي جوج حصص في الجمعيه خصني نحضرهم لاني مسؤول مع الخوت، عندي مثلا هذا الكتاب هذا خصني نقرا فيه قدا وقدا، نحط لراسي الاهداف العامه اللي عندي في الاسبوع، ونحط نعم سيدي الاسبوع ونشوف كل حاجه فين نقدر نبلاصيها، ونحط لراسي الاولويات كي ذكرنا قبيله، كاين بعض الناس اللي كيف ما بغى يدي بلاصه، فين ما غيمشي دائما حاط بعين الاعتبار الصلاه الفلانيه والصلاه الفلانيه فين غيدركوني. فإلا داير مثلا مع غيتلاقى مثلا مع سيدي ياسين في الدريسيه ضارب عباري، قال لي سيدي ياسين نتلاقاو مثلا في العشيه، كنقول ليه طن الجمع الفلان فلاني، كيقول لي قريب ليا، كنقول ليه نتلاقاو في العصر تما مثلا. العصر عنده اولويه، ما تجي تقول لي حكا غنمشي هكا ولا ما هكا ولا وقت ما صليت ما كاينش وقت ما صليت، هو بالنسبه ليه صلاته اولويه، فكيقاد هو البرنامج ديالو على حسب الصلاه، الى ما جيت غادي ندركو.
عنده مثلا وقت ديالو ديال القران، اي حاجه كيقول لك غادي تسنى اولويه ديالي ملي نقرا الورد ديالي ما ياخذش لي اكثر من 10 ديال الدقائق، هي الاولى، ومن بعد شي اخر يركب عليه. وهكذا نحط المسائل التي لا مناص منها، هذه ما يمكنش نململها. كاين اللي عنده مثلا الزياره اليوميه للوالدين، كيقول لهم معايا في نفس المدينه غدا، الله يغفر لينا، الله يتجاوز عنا من حق الوالد، نسال الله يتحمل عنا التبعات، نسال الله يتحمل عنا التبعات. ناس معهم كيقول لك اودي مادام هما معايا في نفس المدينه، السيد انا اعرفه شخصيا، هو ساكن في حي والام ديالو في حي، تيمشي تيصلي معاها الصبح في المسجد ديال الحي اللي هي فيه يوميا، وترى ثمره ذلك في حياته، والله العظيم ترى ثمره ذلك العمل الذي قد تراه يسيرا وانه ليسير على ما يسره الله عليه. شنو هي اولوياتك اللي ما يمكنش تخلخل عليها؟ هذه الضرب سمع على الارض، هذه خصك ديرها، هذه لا نقاش فيها، وكل واحد فينا عنده الاولويه ديالو يحطها. ثم كيبقاو اهداف فيها متغيرات، هذه كذا هذه كذا هذه كذا. اختم بالنسبه للشباب لان طولنا دابا اكثر من القياس، اختم بالنسبه للشباب كنكون عندهم امتحانات، كاين اللي عندهم كونكور وكذا، غير اشاره وخلاص. الله يجازيكم بخير، من الفخاخ اللي كيطيحوا فيها الناس وهما كيوجدوا الامتحان مع هادشي ديال الهواتف اللي ولات وكذا. الامتحان مثلا ديال الفيزيك في الثانوي شحال كيكون فيه ديال الوقت؟ شحال كيعطيو فيه في الامتحان؟ ساعتين؟ ثلاثة سوايع؟ نمشيو على ثلاثة سوايع، نديرو لي ثلاثة سوايع. طيب ملي كتكون كتوجد أنت في الامتحان، ما كنهضرش على البداية العام، كتكون عندك كتخدم غير التمارين إلى آخره، ملي كيقرب مثلا كتبقى واحد شهرين ثلاث شهور، كتولي كتمشي تجبد الامتحانات ديال السنوات اللي فاتت، وكتحاول ما أمكن أنك 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 تخدم عليها. هذوك الامتحانات ديال السنوات اللي فاتت راه حتى هما كنشوفو ثلاثة سوايع. من الأخطاء اللي كيطيحو فيها الشباب شنو هي؟ هو أنه ملي كيجي يوجد الامتحان ديالو كيبريباريه، ما كيبريباريش ثلاثة سوايع. تقدر بريباري في نهار، في نهار ونص. كيبدا يبريباري، شوف كيطل في التليفون، شوف كيقول لك جاني الجوع، وضع الكوزينة صايب خبيز. شوف كيجيب داك الخبيز يبدا ياكل، شوف كيقول سمع عليك شنو هو راه ماتش، يمشي ضرب طليلة ويرجع. طيب اشنو تيوقع؟ خصنا نفهمو دماغنا شنو تيوقع فينا، فهمنا دماغنا كيفاش تيفكر، غنعرفو كيفاش نخدمو. دماغنا اشنو قلتي؟ دماغك انت شنو قلتي ليه؟ قلتي ليه هاد العدد ديال التمارين مثلا ثلاثة ديال ليزيكزارسيس كبار. هاد مثلا واحد في الميكانيك، واحد مثلا في الالكتريسيتي، واحد في الشيمي. قلتي لي مثلا انت هاد ثلاثة ديال التمارين راه ممكن تحلهم في نهار ديال المغرب. أنت ملي تصايب مثلا السؤال رقم واحد في التمرين الأول، ضرب طليلة في التليفون، كيجي نهار الامتحان، كيدوز من السؤال الأول. دماغه كيقول لي أنا حبس ما نقدرش زعما نخدم، خاصك تطل في التليفون. طل في التليفون نهار الامتحان، وديك الساعة رد عليا الخبر. كيولي كيتبرزط. كتولي ديك الساعة نعم أسيدي لاكرون سيرينال كتبدا تخرج ليه الأدرينالين. الأدرينالين كيبدا ياكل ليه في الأكسجين، الدماغ ما كيبقاش يتأكسجين، ما كيبقاش يفكر مزيان. كيطلع عليه لوطراك، كيولي ودي يفزقو، فمو كيبدا ينشف. كتركبوا الخلعه، وكل واحد فينا كيفاش كيعبر عليها؟ كاين اللي كيعبر عليها بالضحك، كاين اللي كيعبر عليها بالبكاء، كاين اللي كيعبر عليها بالخوف، وكاين اللي كيعبر عليها بالغضب. هذوما لي زيموسيون الاربعه الكبار. فكتلقى ديما في القسم عندك ذاك اللي كيدور على الدراري صحابو ديك هذا راه راك بان الخلعه وقال بالضحك. كاين ذاك النوع اللي كدور كتلقى فهمتيني كتدير ديك السنجو كدور ديك هذا كتشكل هذا كيخرجها خلعه. كاين داك اللي كدور كتبقى وصلات البواطا الثاني ديال الكلينكس، دموع وخنونه وحاله والبكاء، هذه كتخرجها حزن. وكاين داك النوع اللي هو راه ما عمرو ما حضر، راه ما قريناش هذا الشيء، وحتى انا مثلا هذا كيخرجها غضب. هما لي كاتر ايموسيون دو باز، الفرح والحزن والخوف والغضب. في حين انه علاش؟ لانه دماغ ديك الساعه بدا كيقلب على شي حاجه اللي هرب فيها، لانه ما ولفتيش انه التمرين الاول ما كاين فيه لا تليفون ولا طرف الخبز ولا ماتش. التمرين الاول خاصني نتكى عليه دد 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 تنسالي، والتمرين الثاني والتمرين الثالث، وحدايا الكرونوميتر، التليفون كنديرو مود افيون ونحيد الويفي، وكندير الكرونو كندير المينيتور ثلاثه السوايع عد تنازلي. ملي كضرب ثلاثه السوايع كنحط ستيلو، هذاك هو التقييم الحقيقي ديالك انت. وملي نكون عام سيدي في الدار جالس كنبريباري مثلا الطابله اللي جالس كنبريباري فيها ما يكون محطوط فوق منها حتى حاجه، لان نهار الامتحان الطابله ديالك ما يكون محطوط فوق منها حتى حاجه، ورقه الوسخ، ورقه التحرير، ورقه الامتحان فقط. فاذا الجانب البصري ديالك ولف انه البلاصه اللي كتكتب فيها فيها واحد نونوش وتصويرة الوالده الله يرحمها وهاد اللعيبه من هنايا والتوشيه كتهبط والكرسي كتبقى تزعل البي كتمشي تجلس في الطاوله ديال العود وفيها الحديد باهي، غادي تبقى تزعل، غادي تزعل غادي يدور فيك الاستاذ ديال الحراسه وغادي يجري عليك. هو المشان سيدي
هذا الشيء كيخدم في الطريقه ديالك ديال باش كتنين. علاش كتلقى اللعابه مثلا يبدو شويه الكره، علاش كتلقى اللعابه ملي كتشوف الماتش كتبان لك شي حركه دارت كتقول هذه ما يمكنش دارت غير اتفاقا، هذه تريناو عليها، حيت داك الشيء اللي كدوزو في التدريب تيخرج لك في الرسمي، داك الشيء اللي كدوزو في التدريب على الامتحانات تيخرجوا لك العقل ديالك نهار الامتحان، كيقول لك ولفتيني واحد المساله ما يمكنش تجي وتفرض عليا نهار الامتحان انني نفكر لك بطريقه جديده، كيقول لك هذا من الغباء، داك الشيء اللي ولفتيني عليه وانا غنخرجوك نهار الامتحان، وكل اناء ينضح بما فيه. فاذا خصنا واحد الطريقه كيفاش نتعاملوا مثلا مع العلاقه مع الاساتذه، مثلا الطلبه كيدخلوا نهار الاول ديال المدرسه كنقول لي اول حاجه تسول عليها الاستاذ ديالك، اول حاجه تسول عليها شنو المنهجيه ديالو في العمل، واش الاستاذ من النوع اللي كيقول لك ما تقاطعنيش نساري الحصه غنخلي لك واحد ربع ساعه اللي عنده شي سؤال يطرحه، او لا الاستاذ من النوع اللي هو عنده مثلا تفاعلي يقول لك شويه ما فيها باس الا قطعتي قلتي الاستاذ هذه كيفاش نديروا لها يجاوبك الى اخره، هذا المنهجيه ديالو طريقته هذه، والاستاذ هو كيعرف باش يتصرف. كاين استاذ اللي كيقول لك شوف لا تفاعلي ولا والو، غادي ندخل غندير الدرس غادي نخرج ما تفرحش في دماغي، سمعنا وقطعنا مرحبا استاذ ما كاينش شي. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه سول الاستاذ ديالك شنو هي المنهجيه ديالو في الامتحان. كاين الاستاذ من النوع اللي كيقول لك شوف اجي بضاعه ردت الينا ونمير اهلنا ونزدادك الى العير، داك الشيء اللي عطيتك عطيه ليا، دير لي الفهمات، لا لقيت واحد العيبه في الانترنت ورا الابحاث العلميه الاخيره وصلت اللي عطيتك في البروغرام اراه نقطه، هذا ما كلفك الا يسيرا نهار الامتحان كتعطي داك الشيء اللي عطاك. كاين واحد النوع اللي كيقول لك اودي نهار الامتحان الا كتبتي لي داك الشيء اللي عطيتك باش غنفرق ما بين اللي كتب مزيان وما بين اللي حافظ وما بين اللي ناقل، كيقول لك لا شري جبد لي مخك شنو العصاره شنو عطات، انا بغيتك تخرجي لا سانتيز، بغيتك تخرجي العمليه ديال النقد تفكير تركيب تجميع تحليل، هذا الاستاذ باش نعرف راسي. شحال من واحد كيقول لك لا راه داك الشيء اللي عطاونا في البروغرام والله حتى هو اللي حطيته في الاخر حطوا لي جوج، راه تقدر تلقى حط لك جوج غير حيت راه الامداد اللي كتبتي به وقال راه واقيلا والديه ما بغاوش يشوفوا الصفر اجي نعطيه جوج، دار فيك خير من عطاك جوج، اما تستاهل صفر اوغ سوجي خارج الموضوع. وهذه خذوها ربما يستافدوا من الناس اخرين من بعد الى وصلوا لهذا التسجيل هذا اللي كتسمع اوغ سوجي. بزاف الناس بالنسبه لهم اوغ سوجي يعني خارج الموضوع بحال اوغ جو خارج اللعب. اللي كيقول لك خارج الموضوع، بزاف الناس كتقول لي شنو هي خارج الموضوع، شنو هي كتبت خارج الموضوع، شنو هي زعما اور سوجي، هي بحال هو كيعتقد اور سوجي هي انك قلتي ليه هضر لي على دورة المياه وهو هضر لك مثلا على كيفاش تصايب القلية مثلا هذه الهجي وهذه الهجي، اور سوجي راه ماشي ديما هكذا، راه تقدر تكون تناولتي نفس الموضوع لكن المنهج هي باش تناولتي الموضوع هي خارج الموضوع. وكنعطي دائما للطلبة نفس المثال الا بغينا ناخذوا شنو هي الحد الادنى ديال المواد اللي غنصايبوا بها الخبز، بغينا نعجنوا الخبز اشنو خاصنا؟ شوف ما تقول لي عبد ديال البيضه وجدجلان هذيك خلي هذوك الدورات اللي غيبداو يديروا هذو خلي لها انا عطيني الخبز ما لا مان الخبز لو بان لو بغيت نصايب الخبز اشنو خاصني؟ واحد بادي بالملحه ما تسطاش انت والدقيق بعدا ملح طيب الدقيق الملحه نغمضوا عينينا على صحاب المسوس الماء الخميره زيد لا قلنا الدقيق الماء الملحه الخميره خاصني البلاصه اللي غنعجن فيها خاصني داك الشخص اللي غيعجن لي الخبز وخاصني اللي سميتو المصدر الحراري اللي غنطيب فيه الفراح فران مقله الزوافريين اللي كيخيموا راه كيطيبوا الخبز في المقل تفهمنا هذا هو الحد الادنى باش نصيب الخبز ياك ما شوف راه ما غنزيدش ما غنقص غنشد هذاك السيد اللي قلتوا لي غيعجن ياك غنكب عليه الماء وغنمرمدو في الدقيق غندير لي الخميره في ودني وفي نيفو غنفرش الملح في داك الفران وغنخشي صاحبو للداخل ومن بعد نص ساعه نعم سيدي غيكون عندي اكون عندي مؤبد ولا اعدام غنكون حركت من هذا سؤال نرجعوا شويه للصح سؤال واش استعملت شي حاجه اخرى من غير داكشي اللي قلتو طيب واش وصلت للخبز طيب فين هو المشكل الله يفتح عليك المنهجيه ديال العرض ديال الامور هي اللي كتسميوها انتم في الماكله ولا في شيء كتسمى طريقه التحضير هذه طريقه التحضير هي المنهجيه اللي غادي نكتب بها انا راه ما بقاتش انك تناولتي الموضوع مثلا ديال القانون المقاولات دروا دي زونتربريز هذا هو لو تيم هذا هو الموضوع العام لكن الطريقه باش انت خصك تناوله على حسب داك الشيء اللي تعطاك انت في السؤال
ثم كاين امور اخرى وهذه كيخدموا عليها الشباب الله يجازيهم بخير، القضيه ديال كيفاش نستافد من الحصه ديالي، كيفاش نركز في الحصه ديالي، كيفاش نركز مع السؤال. انا باقي نعقل واحد العام الطلبه ديال الجهوي كان مازال عندهم الاف، كيقراو الشباب كيقراو على الاف، وكانوا كتبوا لهم هلك هالك وله دين. عاده الشكل النمطي ديال التمارين اللي كانوا كيخدموا عليه الطلبه هلك هالك وعليه دين، باش كتحيد الدين من التركه. انا في الامتحان حطوا لي بهلك هالك وله دين، بمعنى ذاك الدين غيتزاد في التركه، كنت تدفع بنامس. علاش بنادم ولف واحد النمطيه تجي ديك له عليه ضربات بعضيات. هذه كلها امور محتاجين، علاش قلت لكم هذا اخص انا الاغلبيه ديال الشباب اللي حاضرين نخصهم بهذه المسائل، لان ممكن نتفاداو بها ان شاء الله تعالى مجموعه من الاشكالات على المستوى الدراسي، ويبقى لنا ان شاء الله تعالى من بعد الوقت اننا نضبطوا الامور ديالنا المتعلقه بضبط الوقت. فالبرنامج ديالك انت الذي تعده خاص يكون فيه ما يصطلح عليه بجانب من الاحكام والثبات والدقه، وفي واحد الجانب اخر من المرونه والليونه. مثلا اليوم قلت غادي نمشي نزور عمي، اليوم جاني ضيف، نقول لا شريف تبرطش لي البلان ديالي، اليوم غادي نمشي نشوف عمي نتعاود راسي، لا ما يمكنش. فذاك الضيف غيدخل ومرحبا به اكرمه كذا بما تيسر، وعمي ديك الساعه نقدر نهزو في بلاصه مثلا زياره ديال الاثنين، نقدر نزور مثلا يوم الاربعاء، نخلي هذوك الفراغات اللي نتحرك فيهم. ثم من الامور وهذا به اختي ان شاء الله هذه المره بصح، من الامور اللي كتخلي ان البرامج ديالنا ما تنحترموهاش هو اننا تنصيبوا برامج الاصل فيها انها مديوره للالات. غندير هذه، غنقرا هذه، غنصوب هذه، غنتعلم هذه، غنتريني في هذه، وامتى غتضحك؟ وصحابك امتى غتجلس معاهم؟ وصحاباتك امتى غتشوف فيهم انت؟ وهذيك الزياره العائليه اللي كنمشيو نشربوا فيها واحد الكويز ديال اتاي ونضحكوا ونقشموا فيه شي شويه الى اخره. غدوي والله قلتي لنا قبيله القضيه الوقت الى اخره، تحتاج لمثل هذه الساعات. التليفون انت خدام فيه كتقضي فيه بزاف الاغراض، اللي كتصير واحد الوقيته خاصك تحطو في الشارجور، ولا ما بغيتيش تخسر ليه الباتري ما تستعملوش وهو في الشارجور. هادشي اللي كيقولوا الناس اللي كينصحونا صحاب التليفونات، كيقول لك الا بغيتي التليفون تحافظ عليه ملي تحطو في الشارجور حطو واعطيه اتساع. محتاج لواحد شي شويه الانسان انه يرفه عن نفسه، ما محتاجش للتفاهه، ما محتاجش للحرام، ما محتاجش للتصاحيب، ما محتاجش للزندقه بمفهومها الشرعي ومدلولها الاجتماعي، ما محتاجش يمشي يدوز عام سيدي ينقز مع اصحاب التنقاز والهيت، ما محتاجش المعيوب، ما محتاجش نبقى نترد عليا ونترد عليه، ما محتاجش الدخول في الجدال في الفيسبوك وغيره، ما محتاجش نهار وما طال وباس تابع لي كومونتير ديال عباد الله، ما محتاجش الانسان هادشي، محتاج شي شويه ديال الترفيه يرفه عن نفسه شويه، وهذيك السويعه ديال الترفيه هي اللي كتكون استثناء وتعطيه الطاقه باش يقدر يكمل في الشيء الاخر اللي هو جيد. اما ان يصير كالحال كحالنا ان الترفيه تنجبدوا لي الاستيك ديالو تيولي هو الاصل، ومره مره تنديروا شي حاجه جديه، راه هادشي اللي كتشوفوا فيه اجا نقول لك راه يبقى هو راه ما غادي يزيد هبط عاوتاه. الكلام على الوقت يطول، لكن حتى لا ياكل كلامنا عن الوقت من وقتنا لعلنا نتوقف عند هذا القدر ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعذرونا الله يجزيكم بخير، انا من باب تنظيمي كما اتيتم راشدين، انصرافكم ان شاء الله يكون خصوصا بحال هذه المجالس هذو، الله يجزيكم بخير. وانتم خارجين الناس يتمنوا انهم يكونوا بحالكم، وانتم خارجين خليوا طريقه ديال الخروج ديالكم وباش غادي تنصرفوا وباش غتمشيو ان شاء الله تعالى، خليوا لنا اي واحد دايز يتمنى انه يقول يا ربي كون غير كنت بحال هاد الناس هادو في رقيهم وسمتهم وتنظيمهم وطريقه مشيهم واحترامهم لاخوانهم ولاخواتهم. فكاين الاخوان الله يجازيهم بخير راهم ديال المؤسسه ديال الجمعيه راه يرشدونكم الى الابواب كيف منين تخرج انت منين تمشي انت كيفاش ديري الى اخره، فراعيهم الله يجزيكم بخير. وزدت يشهد الله، انا عارف شحال واحد دابا خدامه تدور ليه في دماغه، انا عارف يشهد الله، وزدت لو استنسخت من نفسي العدد الذي يكفي لاخذ صوره مع كل واحد منكم اراد ذلك، لكن والله راه لا الوقت يسعفنا ولا الحاله، يعني لما ندخل معكم في التفاصيل والله